انطلاقا من شعارنا نضالنا ضمان ثورة المرأة وبناء سوريا الديمقراطية، نهدي لأرواح شهداؤنا وشهيداتنا اللواتي لولا تضحياتهن لما كنا اليوم في هذا المكان، كما ونهدي شعار كونفرانسنا وأعمالنا جميعا لنساء ثورة الجدائل، نساء إيران اللواتي وقفنا في وجه السلطة الذكورية ولن يقبلنا العنف والقمع والاضطهاد التي تقلل من قيمة ومكانة المرأة. لذا يجب علينا مواصلة العمل والنضال بكل إرادة وعزيمة لنكون أوفياء لأرواح شهدائنا، ونثمن جهود رفيقاتنا اللواتي كان لهم الدور الأكبر بنشر وأهداف فكر حزب سوريا المستقبل رغم الظروف وما يدور حولنا من تحولات سياسية وعسكرية وظروف أمنية ووجود الهجمات دولة الاحتلال التركي، ونخص بالذكر مدينة القامشلي، إلا أن ثقتنا بخطوات المرأة وأحداث تغييرات في هيكلية مجلس المرأة لحزب سوريا المستقبل وبعد 4 سنوات من تأسيسه نراه من ضرورات العمل الجاد وانطلاقة أقوى لتوسيع القاعدة الجماهيرية لحزب سوريا المستقبل ومناقشة أهم نقاط الضعف خلال كونفرنسنا هذا، لنكون قادرات على قيادة المرحلة المقبلة ونكمل مسيرتنا بشعار المرأة الحياة الحرية للوصول إلى سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية.